رجعت لكم بلعبة سلندرينا، والان ابدأ من البداية كذا مصابحة. مدري ايش ظهر كذا عجوز، مدري ايش ده الا هلا بالصورة في ثلاث كيس سلندرينا. هذا ايش ماب؟ هذا يعني يورينا فين نخرج. اكس الدور ول اختصر الباب كذا. بسم الله. هيا يا شباب، الجزء الثاني من لعبة سلندرينا يعني طور فيها كثير حاجات قاعد تفقع مرة. خلاص دارس عاد اشتي مفاتيح. يا سلام، وهذا الباب مكسور. وال هو كتابة الحمد لله من البداية. ايش مفتاح كمان؟ ضبطونا هيا لو سمحتم. الان فين انا؟ ايوه حبيبي انك مفتوح حبيبي. بس انا اقول لكم ليش كذا يعني ارجع كذا امشي. اوه ايش ده الصوت؟ يما الله، مفتاح. باقي كتابي منعه لو سمحتم. ما فيش. يما وا انت كمان. الهربة يما قلبي ما يتحملش. هو من البداية هذا ما معي لكتب واحد. وا انت كمان جيراني. هلا كمان بدي اللعبة. حشرتنا يا قلبي يو ايش ذاك الرز الكبير سلندرين قف قطع مني. الهربة. من هنا انا جيت. الحمد لله. اهرب. ايش ده؟ سلندرينا. ايش ده؟ حظ بالله كيف قد صعبة. ما فيش حد كتاب. السلام عليكم. ان شاء الله ما في حد. ايش ده الصوت؟ بين 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 بين. صوت عالي. ايوه قد فتشت هذه الغرفة. اي ايش معك ولا حاجة؟ واه انت معيش كتاب. ايه فين كان؟ معي مفتاح. واه سلندرينا ما اعرف ايش. اول ما تقيس سلندرينا اللعبة تعتقل. مدري ايش تسوي. والله كتاب. للان انا مش مستوعب ايش تطور الرسم. مدري ايش كذا حاجة خرجت من عند الباب. رسم كبير مرة.